ودلوقتي لو مستعجل هتعرف أهم أخبار الرياضة في فقرة أخبار على السريع. بطولات تقارير جلطة سراي بيقدم عرضا جديدا لدام تريزيجيه من قاسم باشا. كرة لاعب ريال مدريد يوافق على الرحيل للكالتشيو. يلا كرة ماركا ريال مدريد سيعلن التعاقد مع ماندي عقب مباراة فرنسا. بطولات مانشستر يونايتد بيرصد 100 مليون يورو لضم كوليباني من نابولي. في الجول يوفنتوس بيفكر في التخلص من 5 لاعبين لاستعادة بوجبا. يلا كورة يونايتد بيترقب روز لا أعرف مستقبلي بعد. اليوم السابع محمود الونش خارج حسابات منتخب مصر في أمم إفريقيا. الفجر طرح تذاكر مباراة مصر وتنزانيا الودية اليوم. رمزي لا عمل خطوة بخطوة ولا نفكر في نهائي أمم إفريقيا.